نسبة سلمى قالت لي يعني بغات هادي بيا خليت عليها هادي بيا بحال هكا. السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وامكم في احسن ما يكون. بصراحه اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي هي وصفه اللي هي شعبيه اللي هي الشفنج. كما كتعرفوا يعني عزيزه على بزاف العائلات واكثريتنا يعني تنشبهوها من على بابا، في حين اننا ممكن اننا نقدوها في الدار. وصفه اللي هي بسيطه وما كتحتاجش مكونات اليوم وكتاب. واول حاجه كنبغي نشكركم بزاف على الميساجات ديالكم، وانا غادي ان شاء الله بتقدم يعني طلبتوا مني اني نكون ندير الوصفات وسميتو وقلت علاش لا، وكنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم وخليكم معايا. نبداو على بركه الله. المهم بالنسبه لي انايا غادي نعجن في القصريه، واخا عندي ماكينه ديال العجينه، العجانه كاينه حيت بعض الناس غادي يشوفوني عجن في العجانه يقدروا يقولوا بلي يعني يقدروا وصفه وما تصدقش لهم، الا عجنوها فيديو. يعني هادشي علاش استعملت انا القصريه باش تكونوا مرتاحين. بالنسبه للناس اللي عندهم العجانه ممكن انهم يعجنوا في العجانه، وبالنسبه للناس اللي يعني ما عندهمش عجانه ممكن يستعملوا قصريه كما غادي ندير انا. نبداو على بركة الله. وبالنسبة يعني للعباب أنا اختاريت هاد الكاس هذا، وباش هادي نعبر ممكن أنكم تختاروا أي كاس كما كان صغير كبير تاخدو بيه نص العباب اللي بغيت نعطيكم، وباش هادي تعبو الماء وتعبو التدقيق. نبداو على بركة الله. بسم الله. بالنسبة لي أنا غادي ندير تلاتة الكيسان. غادي نغربلو غادي نحاول انني ندير واحد نجمع الوسط، وغادي ندير واحد الفتيحة بحال اللي كتعجنو الخبز. واحد الخطره كنت صورت لكم الخبز ديال الطاكوس وجاوني بزاف لي كومونتير قالوا لي واقيلا نتايا عجنتيه في العجينه وفي الاخر حتى شي عجينه مقاده وقلت لنا عجنتيها بيديك. المهم بصراحه العجينه كنت نعجن من صغري بحكم ان الوالده ديالتي بالاخر تكون مريضه، وما كما عرفتوا بلي ما عنديش خواتاتي يعني عندي اخوتي يدرابي، فتنتظر انني يعني نشوف امي مريضه وما كاينش اللي يعاونها خصني اني نعاونها. فاش نشوفها مريضه مسكينه ما قادراش تعجن سميتو تن بشوي بشوي مورا تندلك ليها بشوي بشوي حتى وليت يعني في الضف في كان السن ديالي 7 سنين تقريبا. الوالدة ديالي قالت لكم تتفرج في هذا الفيديو وتقول لي الله يمسحك الا كنت مكذبة. المهم بنفس الكاس غندير كاس في ثلاثة الكيسان ديال الدقيق، غندير كاس تقريبا جوج كيسان لاروب ديال الماء. وعندكم عينكم ميزان نتوما دابا تشوفوا معايا العجينه كيفاش غادي تجي، حيت كاين بصراحه بعد الدقيق كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. المهم خليكم معايا. المهم العبار تقريبا جوج كيسان لاروب ديال الماء في ثلاثه الكيسان ديال الدقيق. دابا غادي ندير سنيده، عندي جوج معلقات تاع سنيده صغار. عرفتو سنيده الشاطليق؟ يعني سنيده كاينين بعض العائلات كيستعملوها حتى في الخبز العادي لانها كتجيب الخبز محمر تيجي حمر في واحد اللون اللي هو زوين. هادشي علاش استعملتها باش تحمرنا الشفنج مزيان كيستعملوها جميع الناس. بالنسبه للخميره عندي جوج معلقات الخميره صغار، حيت انا يعني هاد العجينه هادي بغيت نستعملها اليوم. بالنسبه للناس يعني اللي بغاوها على حسب انهم يفطروا بها مع الصباح وبيعجنوها بالليل غيجيو غير معلقه وحده ديال الخميره. نبداو على بركه الله. بعد الناس غادي يقولوا لي نسيتي الملحه، باقي ما جاتش نوبه الملحه. العجينة الماء خاصو يكون دافي، الماء دافي بطبيعه الحال.
انا تسمعني بصوتي. كيف ماشي جوج كيسان لارو؟ نحاول نجينا من الاول يعني ما تكسحوهاش قابطبها. هو بصراحة تحتاجوني جوج كيسان مقادتين، غنقول لكم علاش، حيت من بعد إن شاء الله فاش تجيو هاد جوج كيسان لامو، من بعد تحتاجو واحد هداك الربيع اللي غادي نشط لكم، غتحتاجوه في واحد أنكم تذوبو فيه الملحة، بعد ما كتشرب يجينا إن شاء الله مزيان، المهم نقول لكم ملحة. بحال هكا تنبقاو تنبلكوها بحال هكا، تتهزو من التحت وكتطلعو، فاش تعيا افتحوا واحد 10 دقائق وعاودوا، حيت العجينه بصراحه كتحتاج ان بحال هكا فاش تتسخسخكم يعني تحاولوا انكم تلكوها في الماء بعدا على الاقل واحد 5 دقائق ياك، ومن بعد تخليوها واحد 10 دقائق تفتح عاد تكملوا الديك ديالها وخليكم معنا. غتبقى دير ليها هكا لمدة 5 دقائق. 5 دقائق المهم غنبقاو تندلكو فيها بحال هكا دونك هكا تبدا كتجيب تتسمعو العياط تفهمو هاد المسألة، تتسمعو فاش العجينة كتدلك هكا تعرفوها مزيان كتبدا تطفطق. بالنسبة لي أنا عييت بصراحة، دابا تقريبا 5 دقائق وانا كان 5 دقائق وانا كان ندلك فيها، غادي نرتاح شويه غادي نخليها لمده 10 دقائق ونعاود نكمل هذيك وخليكم معنا. دابا خليت العجينه ديالي ترتاح واحد 10 دقائق غادي نكمل لها عاوتاني الديك ديالها، شتو شويه بعدا ماشي كيف كانت يعني ارتحت شويه صوبات الماء، دابا غادي نعاود نفس الطريقه شي كي كتبدا تجري يعني هاد السلوكه بحال هكا يعني راه العجينه راه مزيانه مدلوكه. غادي نزيدوها مزيان، غنزيدو واحد 5 دقائق خويا ديال الكليك، عاد غادي تجي يعني النوبه فاش غادي نجيو الملحة، فاش غادي نجيو الملحة ان شاء الله ونخليوها تخمر. كنتمنى انكم تجاوبوها راه ساهله، ما كتحتاج شي حاجه اللي هي صعيبه، وانا بصراحه من الناس اللي كيفضلوا انني عزيز عليا نطيب في الدار الماكله، يعني الا توحشت شي حاجه واخا تطيب في الزنقه عزيز عليا يعني نطيبها في الدار، حيت بصراحه انسان لا بابا ينقي حتى هي ما ينقيش بحالك انت، حيت انت اللي بغيت تاكلها يعني هادي ابسط الحوايج تكون يكونوا نقيين، يعني تقليها اولا بحال كشفنا جات تستعمل الزيت اللي هي جديده كما كنعرفو يعني بعد الشفان جا تي ماشي تنحاوموا على موسقى ولا شي حاجه، هو يعني الزيت تكون قديمه كتكون ضابط تقريبا واحد 15 يوم ولا شنو هو، يعني هذيك خصوصا الناس اللي عندهم مشاكل في المعده بحال يعني عزيز يعني نطيب في الدار
اي حاجه يعني شتا في الزنقه ولا شنو هو تنجربها في الطاف تنطيبها في الطاف تنفضل اني ناكل في الطاف هذا الشيء ناكل في الزنقه. بصراحة العجينة ديال الشفنجينينة ما جاتش تلصق لي كون في اليد وما جاتش جاية بحال هكا يعني ماشي عجينة ديال الشفنج خاصها ضروري تكون جارية بحال هكا. وهي كما كتشوفوا دابا بدات تنفخ وبداو السلوكة كترتق كترتق يعني بدات تدلك. غنزيد دابا واحد جوج دقائق تقريبا ديال الدليك وغادي نمشيو للخطوة الأخرى إن شاء الله. كما شتو يعني بدات تجيب هادوك الفرقيعات لا المهم تتنفخ بحال هكا صافي باش بدات تجيب بحال هكا يعني غادي نجيو للخطوة الجاية إن شاء الله اللي هي هادي اللي هي الملحة. صراحة الملحة مفتا ديما بيدية بيدية عامرة تنضل بركة مبارك. وغادي نديرو داك الربيع ديال الما اللي باقي خاصنا نطلقو ديك الملحة ديالو من هنا منين نحاول اننا نذوب الملحه نحكوها مزيان مع البصليه باش تحك باش تذوب. تولي في طبال عجينة وزوينة زوينة في العجينة صافي. دابا غادي نبداو تندخلو هداك الماء للعجينة باش تشربو والملحة بصراحة مكتبيش تستعمل حيت هاد التسخين مزيان تستعملو غير صبع يديكم إلا عييتو حبسو حتى تستعباكو وكملو. في هاد الحالة غادي نبقى معاك حتى وكان تشرب هاد الما كاملو منضيفوش الدقيق نهائيا فاش نبداو تنعجنو بحال هكا مبقيش تضيفو الدقيق تقولو تجمعوها بالدقيق لأن هي هكا تيخصها تجي. غادي نبقى معاك حتى وكان تشرب هاد الما بالطريقة نفس الطريقة اللي كندير أنا دابا مبقا والو صافي. وغادي نبدا تندير نفس الطريقة اللي كنت ندير في الأول نعود بعد قليل. المهم غادي نبقى تندلكها بحال هكا لمدة واحد خمسة دقايق أخرى ومن بعد غادي نجيو يعني للمرحلة النهائية. كما شتو كما شتو يعني العجينة بدات شتي السلوكة وبدات تطرطق يعني راه ندلوكها مزيان. اسمحوا لي على الازعاج ديال القصرية يعني في هاد الحالة غادي نحتاجو سوبيرا كما قلت لكم بالنسبه للناس يعني اللي غادي يستعملوها بغا يفطروا بها يعني غادي يجنوها بالليل ويجدو فيها معلقه صغيره ديال الخميره وخليوها تبات. بالنسبه لي انا دابا غادي نديرها في الصيله حيت بصراحه غادي نخليها ساعتين كما قالنا باش تخمم يعني درت فيها جوج معالق ويعني مزير عليها وتجي النتيجه مزيانه ساعتين كما قالنا. وبالنسبة للناس يعني اللي هادي بيتوها من الأحسن أنهم يجيبوا إما سوبيرا كبر من هادي وإما يجيبوا بانيو ويجيبوا فيه العجينة ويسدوا إلى بابي فيم
بالنسبة للناس اللي ما عندهمش بابي في ممكن انهم يجيو ميكا ويعقدوا البالون جنب الزيرو بقنبة ويعقدوها. هادشي اللي عطات الله. دابا غادي نجيو جنتنا في جينا في البانيو في السوبيرا ونسدو عليها لمدة ساعتين كما قالوا ان شاء الله ونكملوا النتيجة معكم. الاضافة اللي نسيت ما قلت لكم هي من الاحسن اننا ندهنوا السوبيرا بواحد شوية ديال الزيت. هكا صافي هادشي هادي هي الفكرة اللي نسيت. تاع في السوبيرا دابا غادي نشوف معنا نضيعوا هذا الشيء هذا غادي نحسب صباعنا وحط موسيدا باش الكراتي ديال المهم ديال غاسلهم. وكما عرفتوا بركه بعد الناس تيقول لك ديال لي كات ودي رسميتو كوزينا ماروكان والدينا ما كانوش يديروا لي كات وحنا عائله ودي تناكل ماكلت عائلتي تياكلو ماكلتي يعني مسألة لي هي عادية حتى نكون خدام في الريستوران ديك الساعة وندير لي كات تاني حاجة الشمس متيحتاجش لي كات. هادشي اللي عطا الله هادشي اللي عطا صدام. دابا غادي نسدو عليها كيفما قلنا غادي نخليوها ساعتين كيفما قالو ان شاء الله باش تخدم. والحاجة اللي بغيت نقول لكم دابا هي انكم تنزلو دابا تجيو لايك للفيديو وتخليو كومونتير زوين. وبالنسبه للناس اللي تيشاهدوا هذا الفيديو باقي ما مابونيش معنا كنتمنى انهم يتابونوا معنا الا عجبتهم مصطفى واخا باقي ما كملش النتيجه. المهم النتيجه تكون زوينه ان شاء الله غادي تشوفوها كنفكركم وصافي وشكرا. مدى ساعتين كما قالنا دازت ساعات كما قالنا ولكن حيت الشمس غادي تغرب والتصوير غادي يجي ناقص في الكوزينه بزاف داكشي علاش غادي نستعملهم دابا ساعات كما قالنا. سلمى جاج كتكون باش تفوز المهم دازتي ساعات ما قالوا ولكن تجي نتيجه زينه حيت فايت مجاوبه انايا ولكن ليكم نتوما من الافضل انكم تخليوها ساعتين كما قالنا باش يجيكم شفن الساعه في الخدمه. المهم كما كتشوف هذه الزينه مضاعفه. دابا غادي نجيب زويته خليكم معايا غندير زويته في سوبرسيل وغادي نفزقو بلاصة الاستعمال بزويته الناس يتشكاو هاد الايامات من الزيت غالية الله يحسن العواف. انا باقي عاقل على الزيت شكون لي بحالي باقي عاقل عليها فاش كانت ديرها 100 110 لتر تنجيب هاديك الساعة الوالدة كديرها 100 نسيت ما دهنتش يديا بالزيت. كما كتشوفوا ودي بدات نحس فلاش ودي بدات تشكلو كوارات بحال هكا تيجي سهل وتيجي والله العظيم تيجي زوين بزاف حسن ما تقول لكم تيجي حسن من ديال الشفناج حيت يقدر الشفناج مسكين تيستعمل كونتيتي كثيرة ما تيعطيهاش ليك ما تيعطيهاش بزاف د الحوايج. نتوما لو بغيتو تقادو مثلا هاد القياس ولا الدوبل ديال هاد القياس كنظن غادي يجيكم ساهل. هادي جاتني كبيرة شوية. المهم كل واحد يشكل على حساب الكبر اللي بغا من تما شفت يجينا الزيت غادي نحتاجو زويته عاوتاني. عجبت لكم هكا باش يعني ترتاحوا وانتم تشوفوا النتيجه ان شاء الله. وكنتمنى انكم تدعموني تجونا تدعمونا وتجونا لايك للفيديو. تكلمي يا سلمى غادي نبداو بهاد البركات قبل ما نبداو في العمليه باغي نشارك معكم واحد القناه ديال واحد السيده اللي كدير الطبخ كنتمنى انكم تدخلوا تدعموها قناه بصراحه اللي فيها محتوى زوين تاع الطبخ وممكن انكم تستافدوا منها بزاف تاع الحوايج قناه للافاده فقط للافاده فقط. وغادي نخلي لكم لين
لي ندير لاشين ديالها هنايا في صندوق الوصف، وبطبيعه الحال غنخلي لكم لاشين ديالها هنايا. كتقدم يعني حويجات اللي تقدروا تستافدوا منهم، وصفات اللي ناجحين حتى هما. ايوب عزيز عليه يقدم لكم لي شين ديال الوصفات، حيت راكم عارفين هو ملهم بالوصفات، لان العمل ديالو الطومين ديالو بصراحه هذا في حد ذاته اشراف. ولكن كنبغيو اننا نجيبوا اشراف قنوات اللي يكونوا هادفين الناس، ماشي قنوات يكونوا تافهين. ومحبب اي قناه باغا الدعم، مجرد اننا كنديو واحد البخي اللي هو، لاننا حنا تهضروا بصدق وبلا سميتو، تنجي واحد البخي اللي هو ماشي شي بخي اللي هو كبير، بخي اللي هو رمزي، ولكن القنوات اللي هاجفه وندا يعني حويجات اللي يقدروا انهم يستافدوا منه الناس. وخليكم معنا، هادشي اللي كاين. غتلقاو لاشين في صندوق الوصف وغتلقاوها هنايا. بالنسبه لي انا بصراحه غادي نستخدم هاد المقيله هادي صغيره، وغادي نطيب بشفنجه بشفنجه، حيت كما كتعرفوا الزيت غاليه، الله هضرنا عليها، الزيت غاليه وغاليه بزاف. فباش باش ما نضيعو الزيت بزاف، غادي نستعمل هاد المقله وهاد المقله، يعني غادي تحتاجوا جوج مقيلات في الطياب باش يجيكم الشفنج زوين. بالنسبه يعني للمقله صغيره ولا مقله كبيره، غادي نديرو فيها شويه ديال الزيت، نديرو فيها شويه ديال الزيت وحده، غنجيو فيها الزيت شويه كثيرة. ايوب استغنى على هادي، غادي نجيو فيها الزيت، غادي نجيو فيها الزيت كبيره حيت خص السفنج يعون فيها، وغادي نجيو فيها شويه الزيت بهذا المقدار. ممكن انكم تستعملوها في حوايج اخرين، مثلا بحال قلي الفريت، بحال الحوت، بحال بزاف الحوايج اللي ما غاديش تضيع لكم. المهم غادي نشعل، غنشعل البوطه، غنشعل اللي فيها الزيت كثيره، اللي فيها الزيت قليله نشعلها، حراره تكون يعني متوسطه، والطبخه حتى تكون متوسطه ما تكونش مجهدين، باش هكا نشعل لكم الشفنج مزيان. خليكم مع الطريقة ان شاء الله. بعد ما تسخن الزيت غادي نجيو للمرحلة النهائية اللي هي القلي، و هادشي اللي عطا الله. كنتمنى ان الوصفات تنال الاعجاب ديالكم، حتى انا دابا يقدر. المهم هادشي اللي عطا الله، هي هكا يعني تنجيو للوسط وغادي نحلو هكا باش تجيكم جد بسيطة، باش ما تصعبش عليكم الامورية. وغادي نهزوها وغادي نحطوها، غادي نخليوها هنايا تو كان تنشفلنا من الفوق. فاش تنشفلنا من الفوق هادي نلوحوها في المقلاة الثانية باش تكمل طيابها ان شاء الله، في حين اننا ان شاء الله غادي نمشيو نقادو وحدة اخرى، وغادي نجيبوها بنفس الطريقة. هادي نشفات دابا، غادي نقلبوها وتصيب على حساب، يعني كاين اللي كيبغي الشفنج يكون طيب محمر بزاف، كاين اللي كيبغي عذبي. المهم تصيب على حساب كل شخص وكيفاش تيبغي. ماما نعم، هاهي وحدة كتبونزا من تحت شوية وخلا كطيب تما، وان شاء الله كنتمنى انكم تجربو ويصدق ليكم. راه الطريقة جد بسيطة، وخليكم معايا. قربنا ساليو، بقات لينا وحيدة هي هادي، ها الشفنج ديالنا رائع. يعطيك الصحة الشيف أيوب. وحدة الشفنج ديالنا هو هذا، يعني طاب كاملو تيجي بحال هكا، انتما كما كتشوفوا. يعني مشفش بحال ديال يعني الشفناج ولا حسن كاع منه.
كنتمنى انكم تجاوبوه هنا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليو لنا لي كومونتير كيفاش جاكم الشفنج، وشكرا لكم بزاف. ابوناو معنا وتخليو لنا لي كومونتير زوينين، تخلي لنا الوصفات اللي بغيتونا نشاركوها معكم، وشكرا لكم بزاف.